كمان قال السيد الرئيس خلال الافتتاحات انه الدولة المصرية عانت من مشكلة القائمين على بناء الوعي، لانهم عملوا توصيف غلط لاسباب مشاكلنا، وده ترتب عليه خسائر كتير. واكد سيادته انه في لجنة تم تشكيلها لتقدير حجم الخسائر المباشرة اللي خسرتها مصر في 2011، وكانت 400 مليار دولار، يعني 6 تريليونات. في لجنة كنا شكلناها من كام سنة، ودكتور مصطفى كان متابع الموضوع ده كويس، وقلت له حجم الخسائر المباشرة اللي خسرتها مصر في 2011 كانوا وصلوا 400 مليار دولار، يعني 6 تريليون جنيه. ده خسارة ايه 2011 عندما لم تنتبه الدولة والقائمين عليها والقائمين على بناء الوعي فيها بدورهم الحقيقي؟ كان البلد دي كادت أن تدمر كما تدمر الآخرين. قضية خطيرة أنك ما تبقاش عارف الدكتور اللي بيوصف لك الروجيتا بتاعتك يوصف لك الروجيتا إيه؟ غلط. تاني بقول لكم يا مصريين، يا مسؤولين الحكومة، يا الناس اللي في التعليم، يا الناس اللي في الإعلام، يا الناس اللي في أي حتة، لو لم يتم ضبط النمو السكاني في مصر بقول لكم. طب لنا بيتعمل ده، اللي بيتعمل ده ما يتحسبش ليه؟ ما تفهموش غلط. صدقوني انا لان في معايا دعم الهي، اللي بيتعمل ده بدعم الهي، مش بيتعمل بقدرتنا. والله العظيم ده دعم إلهي بيسعدنا عشان احنا غلابة. ما تقعدوش بقى ترموا بلاكوا عليه على طول، يعني قاعد بيساعدنا وبيدينا وبيكرمنا وبينصرنا وبيسترنا وعاطي وهاب. فساعدونا انتوا بقى بان احنا ناخد بالاسباب. اخر حاجه بس اقولها، انا عايز يا دكتور مصطفى غير ال 500 الف وحده اللي انتوا اعلنتوه شغالين بيه حاجه، وان انا مستهدف مليون وحده سكنيه حاجه تانية، لان انا مش قادر اعيش واستحمل الناس اللي عايشه في الاماكن دي، حتى اللي انتوا بتقولوا عليها. ما انا بمشي لما فتحنا محور جهان السادات، مش كده يا دكتور مصطفى؟ اللي هو كان محور الفردوس. انا لما بمشي على المحور ده ببص على اليمين لسه في نصر. مش كده ولا ايه؟ منشية نصر. طب ما هي ازاي يعني، ولا انا غلطان؟ صحيح. طيب بلاش دي، محور شينزو ابي لما نبص على الناس اللي موجوده في الامل، في مدينه الامل، ما في ناس برضو منهم احوال البيت بتاعتهم تعبانه، هنغيرهم او نهد ونبني حاجه تانية او كلام. المهم انا عايز اقول ان احنا لازم يبقى حلمنا في هذا الموضوع اللي أنا بتصوره هو أول خطوة حقيقية في الاهتمام بالإنسان. أول خطوة حقيقية إن أنا أوفر له سكن، زي ما الدكتور عاصم اتكلم على السبع نقاط اللي اتكلم فيهم. وبقول لما جينا قلنا نعمل تقنين أوضاع، أنا بشرعن لغلطك عشان بس الناس تبقى فاهمة، أنا مش بديك حقك الامور الصحيحه، انا بشرع عن ايه غلطك. انت تعديت على ارض مش بتاعتك، مفيش حد بيعمل كده. فانا قلت طب ماشي، خليها تبقى ارضك. فشرعنت بعمل عشان احسسك انك انت انسان سوي في تصرفاتك.